بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه مكونات ال 406 من داخل. طبعا على فكرة هذه السكاتولا اللي كمان بالزيت، هذه التيج بتاع الفيتاس اللي هو يحط الفيتاس من داخل، هذا الخروج بتاع الدخان. من هذه السيرفو بتاع الفرامل، هذه مضخة الفرامل، هذه دخول الغاز وخروج الغاز في المكيف. عندنا منها الابياس، عندنا منها بوات فيزيبل، مكان طبعا مكان البطري، هذه البطري. عندنا هذه من هنا سيبور نتاع الموتور. عندنا هذه علبة الزيت نتاع السيستيم نتاع الدراوليك، هذه علبة الماء نتاع المحرك، هذه علبة الماء نتاع المساحات. هذوما الحاجات اللي موجودين بعد ما تفك الموتور، تلقى الحاجات هذه موجودة في وسط السيارة. إن شاء الله تنفعكم هذه الكيميكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذايا موتور 406 بنزينة 400 سي سي سونس، نعطيكم عليه بسطة والمكونات اللي فيه. هذه من هنا في وجه المحرك، من هنا بدا راكب كأنه راكب السيارة. عندنا هنا مضخة الدراوليك، مضخة السيتي. عندنا هنا دينامو اللي هو يشارجي البطارية، اللي هو يعبي البطارية. وهذا عندنا المكيف اللي هو يخرج منه الغاز باش يبرد السيارة من داخل. عندنا هنا هذا فلتر بنزين، فلتر الزيت. عندنا هذا حساس الزيت. عندنا هذه الفراشة او الكور بابيون تاعها. عندنا طبعا هنا هذا الرجوع نتاع الزيت من بلف التبخير، هذا الرجوع نتاع الزيت من بلف التبخير. عنده زوج اماكن يرجع الزيت من فوق، من بلف التبخير من فوق اللي هو هذا. هذوما زوج ينزلوا من عند بلف التبخير من فوق، ينزلوا كان يبدا فما رجوع زيت ولا حاجه، يرجعوا للخزان للكارتير. عندنا هذه البخاخات نتاع البنزين، اربع بخاخات. عندنا الشمعات فوق منهم، اربع شمعات الخيوط نتاعهم. عندنا البوبينه هذه من هنا، هذه البوبينه نتاعها، فيها تخرج منها اربع شمعات، يخرجوا منها اربع خيوط للشماعي. عندنا من هنا هذه مكان الترموستات، هذا يعملوا منه تنفيس للماء في الترموستات، وهو هذا الاثنين هذوما يعملوا منهم تنفيس للماء وقت يحتاجوا للتنفيس للماء اللي هو بيرج. عندنا من هنا هذا الحساس نتاع الكرانك يسموه، او كابتير نتاع ديماراج. عندنا هذا علبة السرعة، هذا حساس المرش الخلفية اللي هو ضوء المرش الخلفية في علبة السرعة، هذه علبة السرعة كلها. عندنا هنا هذا المرش او ستارتر او الديميرر، ان هذه المرش او ستارتر او الدمرر اللي هو. عندنا نرجع هنا من فوق، عندنا الفلتر نتاع الهواء، هذا الفلتر نتاع الهواء، هذا مصب الزيت من هنا. من هنا هذا الكولكتور خروج الدخان، الكولكتور كل الكولكتور. هذا من هنا حساس عداد السرعه نتاع السياره، هذا حساس عداد السرعه نتاع السياره من هنا. هذوما طبعا المرشات الفيتاسات اللي هما. طيب هنا مكان الكاردون منه مكان كاردون منه. عندنا من هنا هذا مكان سيبور نتاع الكاردون. عندنا هذا خروج الماء من البلوك، هذا طبعا حتى هو بلوك، هذا من هنا عندنا بلوك هنا. عندنا من هنا طبعا الامام هذايا، عندنا مكان الكاتينة اللي هو مكان الكاتينة السبدة اللي هي نتاع المحرك، يسموها كاتينة والسبدة نتاع المحرك او شان ديستريبسيون او شان كروا. عندنا هذه السبدة العادية اللي هي نتاع المحرك، شفتوها كيش تطلع فوق كيش تنزل حتى لوين تمشي وتعاود ترجع، ترجع من هنا وترجع من هنا، ترجع من هنا حتى هنا كلهم. هذه باش نخليها هكا شويه خاطر باش الناس تعرف على الاقل كي تركب، يعني تلقى حاجه ممكن تاخذ عليها كيفاش تركب السبته هذه البراني. هنا عندنا هذا السيبور اللي هو الحامل نتاع الموتور. عندنا من طبعا هذه مصب يعني الكارتين نتاع الزيت، خزان الزيت. هذوما الحاجات اللي موجودين في المحرك هذايا نتاع 406. عندنا من هنا هذايا حساس الحرارة نلقوه من الخلف، عندهم زوز حساس حرارة، واحد مهتم بالستارتير واحد مهتم بالحرارة. هذوما الحاجات اللي موجودة في المحرك هذايا. إن شاء الله تنفعكم حركة هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.